بسم الله. دلوقتي لو انا حطيت اي كيوب وحبيت ان انا انسخه كنترول وسحبت، بقى عندي شكل اهو كمان، كنترول وسحبت شكل اخر او مت. طيب انا دلوقتي عايز لما اعمل اي امر على عنصر يتأثر في الباقي، لان انا دلوقتي لو جيت وديت لاي واحدة فيهم اي خامة وليكن مثلا بالشكل دوت، هنلاقي الخامة أثرت في العنصر ده بس وما أثرتش في بقية العناصر. أنا عايز يأثر في بقية العناصر، أعمل إيه بقى؟ أعلم على العنصر وأجي أقول له أنا عايز انستنس، كده عمل لي نسخة مشابهة. أول ما عدل فيها تعدل في التانية، كيوب انستنس. طيب تعال نجرب، أقول له أنا عايز أحط خامة كمان بس المرة دي خليها أخضر، تمام؟ أسحب اللون الأخضر وأرميه في أي عنصر، تمام؟ ارميه هنا، تمام. مجرد إن أنا غيرت العنصر الرئيسي أثر في بقية العناصر التانية، تمام؟ لو جيت على العنصر الرئيسي دوت وقلت له أنا عايز أعدل جواك ودخلت عدلت فيه مثلا البوليجن، قلت له اعمل لي اكسترود، سحبت ده كده شوية، هتلاقي كل العناصر بتسحب معاك.